لطالما ارتبطت اهتمامات المرأة بالطبخ وأشغال المنزل، وشغلت هذه الاهتمامات حيزاً كبيراً من وقتها. هنا بالصالون الدولي للكتاب التقطت كاميرا البلاد عناوين كثيرة ومختلفة لكتب الطبخ. فهل كان حضور المرأة لهذا الحدث الثقافي من أجل اقتناء هذه الكتب؟ اشتريت كتب طبعاً في الاختصاص في علم الاجتماع موارد بشرية بحكم الاختصاص، بحكم مذكرة التخرج اللي تفرض علي أني نشري كتب، وبالإضافة أني طلعت نوعاً ما على جنب، يعني إلقاء نظرة نوعاً ما على كتب الطبخ اللي أشرتي إليها. أنا كمهنتي كأستاذة في الابتدائي نشتريت مثل المهنة تاعي كمعجم للغة العربية، شرينا كتب ثقافة الأطفال، ميول أولادي للبيئة، رحنا للكتب البيئة، ماشي لحد الآن مازال ما نشوف كتاب طبخ. كل ما يتعلق بالطبخ والمنزل مرتبطا حقا بالمرأة، لكن الوقت اختلف الآن لأن المرأة اقتحمت كل المجالات وصارت ملمة بكل الأحداث وعنصرا فعالا فيها. احنا في ثلاثة زميلات نائبات برلمانية شينا كل الكتب إلا الطبخ والتجميل، يعني متنوعة، كتب دينية، كتب علمية، كتب تاع التنمية البشرية اللي احنا نحتاجوها ثاني في الميادين تاعنا. المرأة يعني بالفكر تاعها راها نضجت بكري، بلا كان تفسير الأحلام، كان كتب قليلة. صدقتي يعني هناك إشاعة من هذا النوع، لكن في الحقيقة لا، يعني القراء قارئات ذكيات، وأيضا لديهن أفكار رائعة، ليس فقط في الطبخ، وليس في صحيح أن المرأة مثل الرجل الآن، يعني علينا جميعا أن نعرف كيف نطبخ، ولكن ليس الأمر ليس فقط الأكل، لأن الإنسان ليس فقط أكل ولكنه فكر. يعني أنا أعتقد بأن أهم شيء، أهم عضو في الجسم ليس المعدة إنما هو المخ والدماغ. المرأة في الصالون الدولي للكتاب لم تكن زائرة وزبونة فقط، بل أيضا كاتبة عرفت إصداراتها توافدا كبيرا من طرف الشغوفين بالمطالعة، وحققت نسبا كبيرة من النجاح.